بسم الله الرحمن الرحيم. التحفة المقدسية، نظم فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. قال الناظم حفظه الله: أحمد ربي بارئ الأكوان، مصليا على النبي العدنان، وهذه الأبيات في المحتم عليه عقد القلب عند المسلم. عن مسجد الأقصى وبيت المقدس حرره المولى من المدنس، فالمسجد الأقصى بأرض الشام في القدس حيث الأسد في الآجام. أرض إليها نجي الخليل ولوط المطهر النبيل، خير بقاع الأرض في شرع النبي من بعد مكة وبعد يثرب. أول قبلة وثاني مسجد وضع فوق الأرض للتعبد، إليه معص ويه ليس غير، يندب شد الرحل يرجى الخير، يضاعف الثواب للصلاة فيه ألا أكرم بذي الهبات. وللمرابطين في الأكناف فضائل جلت عن الأوصاف، ومنهم الطائفة المنصورة أتت أحاديث بذا مشهورة، مسر الحبيب حيث أما الأنبياء ثم ارتقى ففاق كل الأصفياء، وعاد بالهبات والآلاء مكتسيا بالعزة القعساء. وكان فتحه على يد عمر، فعز مؤمن وذل من كفر، ورفعت بيارق التوحيد عليه سالما من التنديد. إن ضاع يوما رد بالجهاد لا بالمساومات والإفساد، فإنه للمسلمين وقفوا وليس يبطل الحقوق العسف. لا حق لليهود فيه مطلقا كظن جاهل ومن تزندقا، للمسلمين هو ملك راسخ بالشرع والقانون حق شامخ. مهما يطل زمان الاحتلال لا بد للظلم من الزوال، وسوف نقتل اليهود حتما في آخر الزمان قتلا جما، كما أتى الحديث عند مسلمي بالوعد من نبينا المكرم. قد تم ما قصدت، والمحمود هو الإله ربنا المعبود، صلى على نبينا وسلم وآله وصحبه وأكرما.